أحسنت باختيارك غسالة الحافظ الجديدة ذات الحوض الجانبي القوية. هسا خلي نتعلم سوية شلون نشغلها. أول شي تبدين تشغيل الغسالة بالضغط على مفتاح تشغيل إطفاء. بعدين تختارين نوع برنامج الملابس من خلال تدوير مفتاح التحكم الرئيسي. أما ملابس قطنية أو جينز أو ملابس منوعة أو ملونة أو صوفية أو شطف فقط أو تنشيف بدون غسل أو تجفيف فقط أو غسل كامل سريع لمدة ربع ساعة أو غسل كامل لمدة 45 دقيقة. أما المفاتيح الموجودة تحت الشاشة الديجيتال فتقدرين من خلالها تتحكمين بسرعة التنشيف أما 800 أو 1200 أو 1400. تقدرين همين تختارين درجة حرارة المجفف حسب نوع الكهرباء. اختاري من 20 إلى 40 درجة إذا كانت مولدة، واختاري 60 أو 90 درجة إذا كانت وطنية. لا تنسين قبل أن تبدين عملية الغسيل تحطين مسحوق الغسيل أو ملطف أو معطر الملابس بالمكان المخصص إلها. هسه ما عليك إلا أن تضغطين على مفتاح تشغيل إيقاف حتى تبدين عملية الغسيل. والغسالة أيضاً بها قفل أمان للأطفال يقفل لوحة التحكم ويمنع الأطفال من اللعب بالمفاتيح عن طريق الضغط على هذول المفتاحين مع بعض لمدة 3 ثواني. وأخيراً نحب نقولك لا تخافين على سلامة أطفالك، لأن باب الغسالة تقفل عن طريق مفتاح كهربائي إلى أن ينتهي غسل الملابس.